هل يملك الصيدلي السلطة لإعطاء الدواء إبرة ولا غير إبرة دون وصفة أو استشارة طبية؟ عالميا لا، وحتى في كثير من الدول العربية أيضا لا، لكن تبقى هناك استثناءات. سؤال فكرت فيه وأنا أقرأ قصة ضحية جديدة في القاهرة. شاب بعين أمه مثل ما يقولوا، راح فيها نتيجة خطأ صيدلانية غير مسؤولة وجاهلة وتجهل أبسط قواعد المهنة. عمر شاب زي الوردة، عمره 36 سنة، كان يشتكي من ألم في جسمه، ألم ما، وراح للصيدلانية اللي وصفته حقنة هتلر نفسه. الحقنة مكونة من 3 حقن، يعني تشكيلة رائعة. الأولى كورتيزون، وما أدراك ما الكورتيزون وأثاره السيئة. الثاني مسكن، الثالث أو الحقنة الثالثة مضاد حيوي. يعني هذه مش حقنة هتلر، هذه قنبلة هتلر. النتيجة مات عمر الله يرحمه، ولو هتلر نفسه أخذ الحقنة كان مات وما انتحر. قصة عمر مأساويتها ما هي استثناء، بل للأسف متكررة حسب السجلات، والله أعلم بما خفي وما نسي من السجلات. حسب السجلات في نهاية شهر يناير كانون الثاني الماضي توفى طفل في أسيوط بعد أن حقنوا عامل في صيدلية بمضاد حيوي. العامل الصيدلية من عنده، عامل الصيدلية أعطى الطفل مضاد حيوي، شهر بعدها الطفل بتعب وزاد التعب وفارق الحياة رحمة الله عليه. أيضا الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة المصرية قال إن حقنة هتلر، شوفوا اللي قالوا غريب على فكرة، قال إن حقنة هتلر عفوا ظهرت في مركز طبي شهير في مصر من 23 سنة. ظهرت الحقنة في مركز طبي من 23 سنة، ومن هذاك اليوم وحتى الآن يتم تداولها في الصيدليات والعيادات الطبية، وكأنها أصبحت لازمة لعلاج أي مرض من الصداع إلى الصرع. الغريب والعجيب وما فوق العجيب وتحت العجيب أن حقنة هتلر ما هي موجودة في أي كتاب طبي في العالم إلا في مصر، وفي يد مين؟ صيدلي. مهمته الأساسية صيدلي، أو يفترض أن مهمته الأساسية أنه يبيع الدواء فقط وبوصفة طبية، مش أنه يشخص المريض وكمان يقضي عليه. مع حقنة هتلر وما أدراك ما هتلر، معانا من القاهرة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي المصري الأسبق. دكتور جمال أهلا وسهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك وتحياتي من قاهرة البعز عاصمة أم الدنيا للإمارات الحبيبة وقناة المشهد الفضائية التي ولدت عملاقة. ما أروعك وأروع أم الدنيا دائما. أهم شيء بس تكون بعيد عن حقنة هتلر يا دكتور. لا والله أنا من أكثر الناس اللي تكلموا عن الحقنة في الصيدليات، والحقيقة رجعت نفسي أكثر من مرة، لأن الصيدلية في بعض القرى والنجوع والكفور في مصر هي المركز الطبي الوحيد. يعني الصيدلاني ممكن تلاقي بلد أو عزبة أو كفر في 2000 أو 3000 نسمة، مفيش حاجة غير الصيدلية، هي دي المكان الوحيد اللي ممكن، والحقنة والأدوية والحقن، ومفيش حد تاني يقدر يديله حقنة حتى لو الطبيب كتب له حقن، إما أن يستقل مواصلة 20 كيلو عشان يروح ياخد حقنة كل 12 ساعة، دي بتمثل مشكلة كبيرة جدا وعيب عليه، وناس بسطاء على قد حالهم. فالحقيقة أنا يعني في الأول كنت بقول لا، ممنوع أي حد ياخد حقنة في الصيدلية، لكن رجعت نفسي قلت طيب ما نجيب الصيادلة ونعمل لهم دورة تدريبية على الحقن وإيه اللي ممكن يتاخد بدون أعراض جانبية وبدون حساسية. يعني مثلا حاجة مضادة للقيء، مش محتاج إن هو مثلا يسافر 20 كيلو عشان ياخد حقنة مضادة للقيء، لكن الأنتيبيوتكس عايزة مثلا اختبار حساسية، عايزة المكان يكون مجهز للإسعافات الأولية لا قدر الله لو حصل منه رياكشن، لأن الحقنة بتعمل مثلا أنافيلاكسيس. يعني مثلا حقنة هتلر زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة هي ثلاثي 3 حاجات، مضاد حيوي عائلة كيفالوسبورين مثلا زائد كورتيزون. عفوا هي كلها حقنة واحدة ولا هي 3 حقن؟ يعني كلها مجموعة حقنة واحدة؟ الثلاثة بيتعبوا مع بعض، يعني هو بيفتح 3 أمبولات
ويعبيهم في سرنجه واحده ويحقن حقنه واحده. يا ساتر. فبيحقن المضاد الحيوي الكيفالوسبورين مع الكورتيزون مع مسكن قوي جدا ديكلوفيناك نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. المسكن ده ممكن يعمل اعراض جانبيه وحساسيه. المضاد الحيوي ممكن يعمل اعراض جانبيه وحساسيه، مش في كل الحالات يعني، ناس كتير بياخدوها بيعدوا، لكن في بعض الناس عندهم حساسيه انافيلاكسيس بتحصل، فبيحصل هيستامين بكميه عاليه، ممكن يحصل هبوط حاد في الدوره الدمويه انافيلاكتيك شوك. انت ما عندوش هو جميل. ادرينالين وما عندوش طريقه نعم للاسعاف الاولي، فبالتالي ممكن يفقد هذا الشخص حياته وهو في ريعان الشباب وبدون امراض سابقه. نعم دكتور جمال، انت ذكرت انك انت بادرت او قدمت مبادره انه ليه احنا ما ناخذ الصيدله يعني كل الصيادله ونعطي لهم دورات في اعطاء الابر، يعني بعد معرفه وخبره ودرايه. طيب وين انتهت المبادره؟ والحقيقه ليش ما تم الوزاره تفعيلها؟ الوزاره لا الوزاره فعلا بعدها بيوم او يومين، وحتى انا شكرت ساعتها معالي الوزير فعلا وافق واصدر قرار بان هو اي صيدلاني عايز يتقدم باعطاء الحقن في الصيدليه بتاعته لازم يتلقى الدوره التدريبيه. في بعض الناس كان لها تحفظات واحنا لسه نتعلم، قلت لهم لا يزال الانسان عالما ما دام في طلب العلم، فان ظن انه عالم فقد جاهل. انا لغايه النهارده ممكن اسافر اوروبا وامريكا عشان اتعلم حاجه جديده، فيقول لك دي حاجه بيزك. اه ماشي بيزك بس اتعلمها وخد سيرتيفيكيشن، يبقى عندك شهاده تتعلق ان انت خدت الدوره التدريبيه. مش في طريقه الحقنه دي اي حد يعملها، في الاستعدادات ما قبل الحقنه والتصرف عند حدوث لا قدر الله مضاعفات زي ما حصل في حاله هذا الشاب. يا رب تقبله شهيدا والهم صبره، اهل الم اهله الصبر نعم يا والعافيه رب والسلوان. يا رب. طيب دكتور، يعني الآن نقدر نفهم أن القانون يجرم الصيدلي إذا أعطى إبرة؟ اه في صيدلانيه في اسكندريه تم حبسها برضه، حصلت حاجه مشابهه وحقنت طفلين، بس للاسف كانوا طفلين وماتوا نعم الاثنين اخين يعني، رحمة الله عليه. فدي لا محبوسه لغايه دلوقتي رحمه الله عليهم. طب هل في أرقام عن وفيات ضحايا حقنة هتلر؟ لا الحقيقه مش هتلاقي داتا بيز مسجله، لكن الحالات بتطلع على طول الى العلن يعني، هي حالات مش كتيره، لكن هي فعلا زي ما حضرتك قلت ما خافها كان اعظم، بتتاخد في كل شارع وفي كل حاره وفي كل كفر، الناس اللي بيروحوا يطلبوها نفسهم، ودي الكارثه يعني. انا كنت دايما اقول وان شاء الله يمكن مع هيئه الدواء الجديده يصبح تقنين صرف الادويه بروشته معتمده، ومفيش حد يروح ياخد انتي بايوتيك او حقنه بدون روشته معتمده، وتبقى نعم مسؤوليه الطبيب، واذا قام الصيدلاني باعطائها يبقى دي برضه المسؤوليه بتاعته، وإذا كانت حاجة وعليها ممكن لها قانون. أعراض جانبية أو قابلية الحساسية لازم تبقى داخل مستشفى مجهزة وطريقة إسعاف مرتبة. جميل. الحقيقة حضرتك النقطة دي يعني على قد ما هي كانت سلبية على قد هي ما نفعتنا جدا في كورونا، يعني نعم سهولة صرف المضاد الحيوي والبروتوكول بتاع كورونا ده أنقذ مصر من التزاحم والتدافع على المستشفيات. اي فهي حتى طبعا، لكن يعني دلوقتي أنا الأوان بعد انحسار الوباء ده كان ظرف استثنائي، أنا طيب حتى ساعتها قلت هي يعني ليش العشوائية في صرف المضادات الحيوية أنقذت مصر من كارثة وبائية خطيرة. طيب يعني الله يبعد أمريكا كان مصر ان شاء الله اللي والعالم في العربي أكتر كله من عن اي مصر. كارثة. طب هي ليه اسمها اساسا حقنة هتلر؟ وبعدين مين اللي اخترع هذا المزيج الثلاثي؟ هي وسط حضرتك افتكاسة مصرية يعني، ما مش حاجة علمية، ما حدش يقول إن هي براءة علمية لا أو هي براءة ابدا لا اختراع. توجد الا في مصر اساسا، هو ولا لها ذكر في اي هو كتاب بيبقى طبي. العيان عايز العيان أولا هو مش محتاج المضاد الحيوي، لأن معظم البرد بيبقى نتيجة فيروس، فالمضاد الحيوي مش صح، فما اعرفش ليه بيديله مضاد حيوي وحقن حتى مش تابلت لا حقنة، فدي برضو ادي اول غلط. تاني حاجة ايه دور الكورتيزون في القصة؟ الكورتيزون طبعا سحري ومسكن للآلام ومضاد للالتهاب، ولكن لكن ده مضاعفاته له ظروف سيئة. معينة، التهابات المناعة، ما انا بقول لحضرتك هو له ظروف معينة بيتاخد فيها، واذا اتاخد حقنة واحدة واتسحب ممكن يعمل اعراض وزدرول ويحصل ادرينال انسفشنسي والغدة الكظرية تنهار. ايضا المسكن اللي بيتاخد ده ممكن يعمل فشل كلوي حاد ويعمل هبوط حاد، فهي التركيبه ثلاثيه ما لهاش علاقه ببعضها، ولا توجد في اي مرجع ولا كتاب ولا لها براءه طب اختراع. وليه هي اسمها هتلر، حقنة هتلر؟ يعني ايه السبب؟ ايش دخل هتلر في القوه، الموضوع؟ القوه لان هي لانها بتعمل يعني حضرتك هو المسكن مع الكورتيزون لو في شويه وجع في المفاصل بيقوم زي البطل بعدها، اوكي القوة فبيحس بس ان هو خد قوه هتلر. بس انتهى منتحر قوه مسكين، كاذبه، انتهى لكنها منتحر يعني بالظبط كده، هي طيب تدي يعني إيحاء كاذب وشعور كاذب بتسكين الألم والقوة المرحلية، لكن لا نعم قدر الله لو حصل أنافيلاكسيس وحساسية ودي بتحصل ممكن تكلف الإنسان حياته. طيب دائما المشكلة الكبرى في مصر
هو ما يتعلق بالمناطق البعيدة والأرياف. حتى الآن لو صدر قانون يجرم أو ينظم مسألة إعطاء الإبر، طيب هل ممكن يعني تغيير عقلية الناس، مفهوم الناس اللي في أماكن بعيدة جدا واللي مسكين عشان توصل له، هو محتاج أنت أساسا تقطع له 200 كيلو، أو هو محتاج أنه 20 30 40 كيلو عشان يوصل لمركز طبي، كيف ممكن تغلب على المسألة هذه؟ يعني في داخل المدن طبعا أنت قادر، القصة لكن في الأرياف بالضبط كده، يعني في المدن الأمور تحت السيطرة، لكن في الأرياف طبعا، وده التحدي بتاعنا. يعني يمكن أنا بعمل قوافل كتير وبتحرك كتير، وتحدي الميديا والوزارة وتعاون المجتمع المدني مع الدولة، أصل دي مش دولة واحدة يا نعم سعادة الباشا، دي أم الدنيا عدة دول، يعني 110 مليون، دي صحيح، قد دول الخليج كلها. ربنا يزيد فإحنا ويبارك يعني. بنتكلم عن دول ولسه بيزيدوا، يعني مثلا من 2011 زي ما قال فخامه الرئيس لغايه النهارده 25 مليون، يعني دوله حصلت في ال10 سنين اللي فاتت دي اضيفت لده، يعني مصر ده وكلهم شباب سند وصغيرين سند سند للأمة العربية والإسلامية، فربنا إن شاء الله يحفظ فيهم البركة جامده، ويخليهم قوه يعني. بشريه. طيب فاحنا بس القوة البشرية التحدي بتاعنا بتواجه حقنة، الوصول الى ذي بس المناطق. كمان هل القوة البشرية لا بتواجه حقنة الوصول هتلر يعني؟ الحقنه، لا ما هو، لا وحضرتك، هو يعني معركه الوعي، ودي كانت يمكن من اكثر المهام اللي انا تصديت ليها مع الدولة والمجتمع المدني. بنحاول ننشر الوعي، وبنوصل للأماكن البعيدة، نتكلم ندوات ونحاول نوعيهم، وأهمية إن هو لازم يكون الروشتة الطبية من طبيب متخصص، وما ياخدش حاجة بدون الرجوع للطبيب المتخصص، ونشر الوحدات بتاعة الطب الوقائي الأولي. ده في مسلسل مشهور جدا في مصر بيتكلم عن مغامرات شاب لسه حديث التخرج اتعين في وحدة صحية ريفية، حاجة نفسي حضرتك تشوف وتشوف المآسي اللي اتعرض ليها عشان معركة الوعي مع الناس البسطاء. ازاي عينوه مدير من اول يوم وهو لسه ما بيعرفش اي حاجة في اي حاجة، مدير لمستشفى او وحدة صحية. فهو احنا بنخوض معركة الوعي، لكن طبعا الوضع بيتغير في منظومة التأمين الصحي الشامل احنا ماشيين فيها. ان شاء الله دي لما تنتشر نعم اكيد الوعي الصحي والنظام الصحي جميل. في مصر هيتغير كثيرا. انت حكيت لي قصه يا دكتور جمال، احكي لك انا قصه وهذه يعني تتماس مع قصتنا. اتذكر مصر لما عملت حمله لتحديد النسل، وعملت حملات تلفزيونيه واعلانيه مكثفه، وللاسف لم تحقق النجاح، لانه في فتره لاحقه اكتشفوا انه الفئه المستهدفه ما عندهم اساسا، ما عندهم تلفزيون، بالضبط. تمام، فبالتالي ما بيشوفوا الاعلام. والوصول يعني بمعنى اخر اللي حابب اقوله انه الوعي، يعني مصر ام الدنيا وام العجائب بنفس الوقت، يعني الوصول او استهداف الشرائح المستهدفه احيانا يكون شبه مستحيل، مش حتى صعب. هي معركة كبيرة، معركة الوعي والتحدي. الميديا لوحدها مش كفاية زي ما حضرتك قلت، لكن القوافل بنفسها، بنروح بنفسنا بقوافل، بنقعد يومين وثلاثة في الأماكن البعيدة، لازم على الأرض، يعني الحركة على الأرض. نعم معركة النهضة والتطوير مش سهلة، وكل واحد له جذور في هذه الأماكن المفروض يرجع يتواصل معها ويرد للبلد الدين بتاعه اللي علمته ووصلته. صحيح، ويمكن أنا من خلال منبرك الرائع الجميل يعني بحس يعني كل أفراد المجتمع الصحي سواء الرسمي أو المدني إنه فعلا يبقى اهتمامهم أكتر للأماكن اللي هي البعيدة دي، واحنا ونشر نأيد، الوعي واحنا احنا عنصر داعم لك يا دكتور جمال في طلبك. طيب معلش سؤالي اخير، انت ذكرت الان انه في قرار يعني ان شاء الله يطبق قريبا بالزام الصيدليات بوصف الادويه عن طريق روشته طبيه، وين وصل القرار الان ومتى ممكن تنفيذه؟ معالي الوزير فعلا مهتم بالموضوع ده، لان دي بقت فعلا يعني الناس زعلت قوي من اللي لا اعتقد يعني بدا تجربته، كان في شويه مقاومه كده واعتراضات بسيطه، الناس بيقول لك ازاي احنا هنتعلم، ازاي احنا ما اعرفش ايه، لكن الحقيقه الناس بداوا يلتزموا، والصيدليات اللي هي هتصرف الادويه الحقن او هتعطيها لابد ان تكون مرخصه وعندها لايسنس بالاعطاء الحقن. الاماكن البعيده بالذات، الاماكن القريبه سهله بيروح المستشفى وكده زي ما قلت لحضرتك، والعواصم والمدن الحضريه المشكله فيها دي قليله، يمكن هي المشكله في الاماكن البعيده، لكن عندي امل ان شاء الله في القريب تبقى إن يعني شاء الله. في حيز التنفيذ. المقاومة كانت من أصحاب الصيدليات لا يعني هو ولا من الصيدله الناس يعني في نفسهم؟ الاول كده بعض منهم يعني لا الناس، لا الناس بالعكس كانوا زعلانين من الغاء الصيدليات، لان زي ما قلت لحضرتك احيانا بيكون دي المنفذ الوحيد والوسيله الوحيده، نعم لكن الصيادله يقول لك ايه اللي بقى يا ايه، ابعد عن الهم وغني له انا مالي، خلاص يروح ياخد الحقنه بتاعته والدكتور اللي يكتبها هو مسؤول يديها في عيادته بقى، ولا يتصرف ولا يروح في المستشفى. طبعا في مستشفيات كتير برضو ما عندهاش رفاهيه ان هي تستقبل الناس تديهم حقن، لان فيها اللي مكفيها،
لان الناس دي هتروح المستشفيات العامه والحكوميه اللي هي اوريدي يعني اوفرلودد يعني ومزحومه. فهو لازم يبقى لها دور الصيدليه، لكن تقنين اعطاء الحقن وبدون روشته طبيه تجرم، واذا كان هيديها يبقى لازم مرخص وعنده الوسائل الاسعافيه وجهاز الصدمات وازاي يسعف المريض. ويمكن انا حتى تقدمت بطلب برضو المعالي الوزير، وهو قال ان هو لازم البيزك لايف سبورت والادفانس لايف سبورت، انعاش القلب في صيدليه لو كان هيديها يبقى عارف وعنده الجهاز. ان شاء الله دي ممكن تقلل من مضاعفات هذه إن الاشياء. شاء الله إن شاء الله. من القاهرة كان معنا الدكتور جمال شعبان، وإحنا في شهر شعبان، كل عام وأنت بخير يا دكتور، وشكرا لك على مداخلتك القيمة.